اجتماع للنواب المستقلين في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية، ومن هناك تنضم إلينا الزميلة بيرنا نعم شديد. بيرنا تفضلي. نعم شانتال، إذن كما ذكرتي عقد اجتماع في مكتب النائب بطرس حرب، ضم عدد من النواب المستقلين وعدد من الشخصيات والنواب أيضا السابقين المستقلين. الاجتماع تركز على ثلاثة محاور رئيسية، أولا مسألة تشكيل الحكومة، ولا سيما بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتخوف من انفلات الأوضاع، ولا سيما يعني الأوضاع الأمنية. أيضا هناك تحذير من هذا الوضع. أيضا المجتمعون دعموا أكدوا دعمهم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تشكيل الحكومة المقبلة، وهم يعني يرفضون بأي شكل من الأشكال أن تمارس أي جهة أو أي طرف آخر أي ضغوط لتشكيل الحكومة المقبلة. أيضا المحور الثالث في هذا الاجتماع كان تركيز على الأوضاع الأمنية الخطيرة لا سيما في طرابلس، وهم حثوا الأجهزة الأمنية على الضرب بيد من حديد لمنع انفلات الأوضاع الأمنية في البلاد. هذا الاجتماع كان شارك به طبعا عقد في مكتب النائب بطرس حرب، وشارك به النواب دوري شمعون، ميشيل فرعون، أنطوان سعد، هاري حلو، وأيضا النواب السابقين لياس عطلة، جواد بولوس، وأيضا أنطوان حداد أمير حركة التجدد الديمقراطي. والآن سننتقل معكم مباشرة للاستماع إلى البيان الذي سيقرأه النائب أنطوان سعد من مكتب النائب بطرس حرب في الحازمية. بتاريخ 25/3/2013 عقد النواب والشخصيات المسيحية المستقلة اجتماعا في مكتب النائب بطرس حرب، عرضوا فيه التطورات السياسية والأمنية الأخيرة. كما وضع النائب بطرس حرب المجتمعين في أجواء المناقشات التي دارت في اجتماع بكركي التي دعا إليه صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي، وأصدروا بعد التداول البيان الآتي. أولا، إن استقالة الحكومة التي كنا نطالب بها منذ مدة أزالت المخاوف من إسقاط النظام من داخل السلطة ومن قبل بعض أفرادها المرتبطين بمخططات إقليمية معروفة، كما يؤمل أن تكون قد وضعت حدا لموجة الفساد غير المسبوقة التي سادت في بعض الوزارات والمؤسسات. إلا أن هذه الاستقالة لم تسقط المخاوف من عودة أهل السلاح غير الشرعي إلى العمل على ترويع البلاد لفرض إرادتهم على اللبنانيين وضرب وحدة البلاد من خلال خلق الفتن المذهبية وإسقاط النظام الديمقراطي عبر سلب المواطنين حقهم في انتداب ممثليهم الحقيقيين إلى السلطة ومصادرة حرياتهم في اختيارهم، ولا سيما أن الاستقالة جاءت في مرحلة دقيقة يمر فيها لبنان والمنطقة. إن المجتمعين الذين يقلقهم حالة التشنج التي تسود الحياة السياسية يناشدون كل المسؤولين السياسيين اعتماد الحكمة والاعتدال في مقاربة الأزمة الحكومية والتنازل عن الشروط التعجيزية التي تعيق الاتفاق الوطني، كما كان يحصل في السابق يوم جمدت البلاد أشهرا بسبب التشبث بتوزير قريب أو حسيب، ويحملون أصحاب الشروط هذه المسؤولية ما سيحل بالبلاد على صعيد النظام والأمن والاقتصاد والحاجات الاجتماعية. ثانيا، يؤكد المجتمعون على وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية ودعمهم لتشكيل حكومة قادرة على ملء الفراغ وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد تسريع التوافق على قانون جديد للانتخابات، قانون يوفق بين صحة التمثيل من جهة ووحدة اللبنانيين من جهة أخرى. ويلفتون الانتباه إلى أنهم ومع ترحيبهم بالدعوات إلى الحوار في هذه المرحلة لتسهيل تشكيل الحكومة، يؤكدون على وجوب احترام الآليات الدستورية لتشكيل الحكومات
كما يحفظ صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويجنب تسجيل سابقة مشاركة أي شخص لهما في ممارسة هذه الصلاحيات. كما يتمسك المجتمعون بأن يكون إعلام عبد بيان الحكومة الجديد، ولا سيما تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية وبصورة خاصة عن النزاع الواقع في سوريا. ثالثاً، إن انفلات الأمن وعودة الاشتباكات إلى مناطق حساسة كطرابلس والمتزامنة مع استقالة الحكومة يدعو إلى القلق والحذر، ويكشف مخططات البعض لتعطيل فعالية الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تجلت في الأزمة التي وقعت فيها الحكومة برفض أكثريتها ملء الفراغ فيها، ما قد يسمح لبعض الجهات المعروفة الاستفادة من الفراغ الحاصل على صعيد الحكومة وتنفيذ مخططاتها الرامية إلى إشعال الفتنة المذهبية في البلاد، وهو ما يدعو المجتمعين إلى مطالبة حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياتها في دعم القوى العسكرية والأمنية للضرب بيد من حديد كل محاولات زرع الفتنة في البلاد تفاديا للانفلات الكامل للأمن. وشكرا. سعادة النائب، هل رح يكون للنواب وشخصيات المستقلة؟ إذن مشاهدينا، استمعنا إلى البيان، بيان النواب المسيحيين المستقلين من دارة النائب بطرس حرب في الحزمية.